الهدف من هذه الأيام التكوينية هو تأويل وتكوين هؤلاء الأئمة من أجل تحسيس المواطنين بخطورة القاتل الصامت. بالموازاة مع ذلك نقوم بحملات تحسيسية أخرى مكثفة في المساجد أثناء دروس الجامعة حيث الجمعة أقول، حيث كان لنا الجمعة الماضي فقط أكثر من 15 حملة تحسيسية من خلال أعوان الغاز المتواجدين بكل المقاطعات، باعتبار أن نسبة كبيرة من المجتمع ترتاد المساجد و التأثير الذي يلعبه المسجد باعتباره مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وبذلك أحسب أن المسجد ومن ورائه الإمام له دور فعال في تجسيد مثل هذه المشاريع.